الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى كما نقل عنهم ابن القيم وغيره من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون النوم بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس، فيكرهون نوم الصبح، وذلك لأن هذا الوقت هو وقت تنزل البركات ووقت الغنيمة، ولذلك كانوا يكرهون ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وفي السنن من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فهذا الوقت هو وقت مبارك، وقت مبارك لمن أراد البركة في أمور دنياه وأخرى، ولذلك ينجز المرء في هذا الوقت ما لا ينجز في غيره بفضل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولذلك من الغبنة للمسلم أن ينام في مثل هذه الأوقات، وقت دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وأيضا هو وقت نزول البركات وحلول الغنائم، يعني الغنائم المراد بها الغنائم في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في هذا الحديث، حديث صخر الغامدي رضي الله عنه، أن الراوي قال: وكان يبعث، أي النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سراياه في أول النهار طلبا للبركة. وقال أيضا: وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا أراد التجارة أرسل تجارته في أول النهار فأثرى ماله. وهذا الحديث حديث صخر الغامدي رضي الله عنه، لا يعرف له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، لم يروي حديثا إلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من بركة روايته لهذا الحديث أن بارك الله له بأن يذكر اسمه وأن يترضى عليه وأن يحفظ هذا الحديث عند الناس. هذا الحديث غالب الناس يحفظه: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فلعله من بركة هذا الحديث أنه حفظ عند الناس، وحفظ اسم هذا الصحابي، وترضي عليه رضي الله عنه وأرضاه. فعلى المسلم أن يستغل مثل هذه الأوقات المباركة. ولذلك جاء عن ابن باز رحمه الله أنه قال: لم أعرف النوم بعد صلاة الفجر في حياتي كلها. ولذلك إذا رأيت في أعمال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رأيت البركة، فهو يعمل أعمال لا تعملها مؤسسات، كل هذا ببركة الوقت، ومنها هذا الوقت المبارك بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس. ولذلك من اعتاد الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في المسجد تجده ينجز في التلاوة إذا أراد التلاوة، وينجز في الحفظ إذا أراد الحفظ، ما لا ينجز في غير ذلك من الأوقات. وقس على ذلك بقية الأعمال الدنيوية والأخروية، تجد أن هذا الوقت فيه بركة عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.